أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ونحييكم بأجمل وأطيب تحية ومحداث حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة. وبداية نرحب بضيوف حلقة اليوم. أولا نحيي بالسيد عصام طايا المتحدث باسم فريق أبو الكلنسوي، مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. ونحيي السيد فريد الشرقي الذي حضر إلينا من بلدة جات، وحضر بالتأكيد مرشد ومسؤول والمنسق في كلية وينكيت ليفينسكي، مساء الخير. أهلا وسهلا. أولا سيد فريد نبدأ معك، ونحن يعني على أبواب العطلة الصيفية، بعد أيام الطلاب المرحلة الابتدائية يخرجون، الإعدادية والثانوية قد خرجوا، كيف يمكن أن نستغل هذه العطلة الصيفية؟ على حسب رأيي أنه بالنسبة للعطلة الصيفية للطلاب الموجودين في الابتدائي أخر أسبوع، أما بالنسبة للإعدادية والثانوية للطلاب اللي طلعوا على العطلة الصيفية، أقل ما في يجب دمجهم في كل الأطر الرياضية التربوية الثقافية في البلد. يعني أنا لو كنت مدير مدرسة ثقافية طوالي بفتح فروع كل المدارس الموجودة في البلد نفسها، ولأنه الأوضاع متدنية، الأوضاع صعبة جداً، وبعمل دورات رياضية مختلفة على أساس أنه كلها مجاناً، مش بس من الثقافة. ما دامك حكيت عن دورات وحضرتك مدير فرع الكلية الأكاديمية وينكيت ليفينسكي، يعني ما هي نوعية الدورات التي تنصح بتنظيمها، خصوصاً ونحن اليوم على عتبة العطلة الصيفية والكل يذهب إلى أين؟ البراك والبحر. أنا بقول بالنسبة لهذا الموضوع، إحنا إن شاء الله إحنا عدنا تقريباً 10 سنين موجودين في الكلية الأكاديمية وينكيت. بدل التعب والمعاناة الصبايا من جيل 17 فما فوق يروحوا على الكلية وينكيت وليفينسكي، فهي الحالة إحنا جبناها على المنطق، يعني سميناها الكلية الأكاديمية بوينكيت بين أيديكم في المنطقة. أنا بفضل إنه طبعاً نأهل مرشدات سباحة، مرشدين سباحة، على أساس إنه كديش أزيد طلاب في جيل الصغير جيل الطفولة، خاصة بروح على البرك وعلى البحار، نعلمهم التمارين والأساليب التدريس السباحة عن طريق محاضرين مختصين مثل دعاء مصاري المركزي، هي اللي بتشتغل معنا. في عنا عدة محاضرين عرب والتعليم في اللغة العربية، في عنا بجت وفي باكا وفي عنا بالطمرة، وإن شاء الله قريباً سنفتتح. معلش أخ فريد، هنا أريد أن أترك إلى نقطة جداً مهمة. يعني اليوم أنت تقوم بالبحار في الفيسبوك وتسمع افتتاح دورة سباحة وافتتاح دورة سباحة، وهنا وفي نفس الوقت ممكن 10 دورات سباحة. هل كل شخص يدرك ويلم السباحة مسموح له أن يفتتح دورة سباحة؟ حسب القانون المنهال هالسبورت الموجود عن طريق مصالة حنوخ، في عنا عدة درجات، في عندك قراءات صحية أساليب التدريس، بعدها مرشد تعليم سباحة، بعدها مرشد التنافسي اللي بسموه مدريخ التحرطي، بعدها مدرب السباحة. هسه كل واحد عنده هاي الشهادة بيقدر يدرب من جيل 3 سنوات فما فوق. نعم، وهل هذا هو الواقع عن جد أخ فريد؟ أريد يعني كثير من الأهالي اتصلوا بينا بيقولوا في كثير معلمين سباحة غير مؤهلين، مزم. هل هذه تعتبر مخالفة؟ أنا حسب رأيي هنا بتعلق في المحاضر المسؤول اللي بعلم بأهل هذول الشباب إنهم يأخذوا دورات تعليمية وشهادات تعليمية حسب الأساليب التدريس. إذا إحنا اليوم موجودين بس نأخذ شهادة ونتصور، لا. أنا دائما بقولهم يجب إحنا موجودين وحضوركم مهم جدا. أخ فريد من هون، يعني أريد أخ فريد شرقي، أريد أن أطرق إلى جدا نقطة مهمة وأنا أحييك. يعني أنا حضرتك بدرت ورأينا مؤخرا أيضا دورات خاصة لتدريب مرشدات فتيات من الوسط العربي، كيف ترى اندماج مجتمع النساء في مثل هذه الأهمية، وخصوصا يعني نحن نتحدث أنه أكثر الأطفال يعني يرافقنهم الأمهات، ونحن نرى أيضا دورات سباحة للأمهات والفتيات في نفس الوقت. أنا جيت بالنسبة للدورات المرشدات لتأهيل السباحة، فيش عندي بس فقط البنات، عندي بركة مغلقة مع منقذي موجودين، يعني أنا بقدرش أفوت على البركة، لأنه إحنا من ناحية شرعية ودينية لا يجوز شرعا إنه إحنا نيجي نعلم البنات الصبايا خاصة في جيل 17 ما فوق. يعني لهذا السبب في كثرة، في عندنا في باكا، في عندنا في كابول، في منطقة كابول أخرى، إننا نفتح في طمرة. لهذا السبب أخرى متعلق أخرى مرة بقول لك سنعود في ما دامك تحدثت عن مدينة طمرة، سنكون بعد قليل في مدينة طمرة. نكون حاليا نعود إلى الأخ عصام.
اختام فريق ابو علي، كان انت اختفى عن الانظار في الاسابيع الاخيره. يمكن يمشي المثل بقول كل خير ان شاء الله في اخير، في اخير ان شاء الله. طبعا كما يعلم الجميع كلنسا بتعاني من عدم وجود ملعب في داخل البلد. ما انحلتش المشكله بعد؟ ما انحلتش المشكله طبعا. الحديث وانا كنت من احدى اللي كانوا تابع موضوع الملعب. حسام نعم. قبل الملعب، قبل الملعب نعم. نحن عندما تحدثنا عن فريق ابو الكلنسوي كثيرا ومرارا في الموسم الفائت حين كان يلعب من اجل الصعود للدرجه الاولى، والمسؤولين هناك اشاروا فريق ابو الكلنسوي سيكون في الدرجه الاولى مجرد مرحله انتقاليه، سيكون فريق قوي. وين اليوم الموضوع؟ حقيقه الجميع بيعرف الدرجه الاولى هي اصبحت الدرجه الثالثه في اسرائيل، وطبعا بحاجه الى ماده كبيره طبعا. مستني حكون في هناك المراقبه بكراتك سيفيتا او اللجنه المسؤوله عن مراقبه الامور الماديه والماليه، فراح يكون الامر اكثر نظاميا من الدرجات الثالثه والثانيه. ولكن زي ما قلت لك احنا من هاي المنصه المحترمه في تلفزيون هلا بناشد جميع الاعزاء في قلنسا ومن رجال اعمال يتكاتفوا مع الاخ عارف سلامي. فريق ابو عير قلنسوي هو رسم البسمة على شفاه جميع الاهل في قلنسوي، وحرام هذا الفريق ما يتابع مشواره. ان شاء الله طبعا هاي الرسالة بنبعثها كمان لرئيس البلدية وكمان لجميع رجال اعمال وكل واحد بحب. مش اخي حسام، مش اول مرة بقابلك، شايفك قلق. طبعا انا زي ما قلت لك احنا سمينا خوف على الفريق، احنا يعني سمينا الفريق فريق المحبة، فريق المحبة اللي جمع كل شباب واطفال ورجال ونساء قلنسوي في هذا الفريق اللي عمل اخرج زي ما قال اخي فريد. احنا الرياضه اخلاق وتعامل، ونبعدهم عن الشوارع الخطره اللي بتصير. فريد اخ عصام اشار انه سنه الدرجه الاولى ستكون مراقبه من البقره التكتيكيه لجنه المراقبه، حسب رايك هذا شيء ايجابي؟ انا كمدرب سابق ولاعب درجات الاولى او في الدرجه الممتازه بالفرسبة او في الطيري، انا بقول اليوم احنا في هاي العصر في هاي الفتره خاصه غير كلنسوي، انا بحكي موجودين في عندنا ملاعب، في عندنا كذا كذا، ولا كيف فيش عندنا لعيبه اليوم؟ اغلب اللاعبين موجودين هنا اولاد عمنا اليهود، يعني تعزيز لاعبين، لاعبين تعزيز، وهذا انا حسب غرض خطا. يعني لازم احنا نركز على اللاعبين البيتيين الموجودين في كل بلد وبلد. سنعود للفريق 3-4، اما مش كل الفريق. سنعود الى اللاعبين على الفرق المحليه، وايضا قضيه ظاهره التنافسيه في نفس البلد، فريقين واكثر في نفس البلد، سنعود هذه النقطه بالذات. وحاليا ننتقل واياكم اعزائي المشاهدين في بث حي مباشر لمدينه طمره، وهناك نرحب واياكم بالسيد رشدي صبح، وسوف نتحدث معه عن مشروعه الرياضي وعن الأكاديمية الخاصة التي قام بإنشائها وهو المدير المهني فيها. أولا سيد رشد صبح، مساء الخير. مساء الخير أخي بريميلا كلاب زمان المشاهدين. طبعا أخي العزيز نحييك ونحيي اللاعبتين المتواجدتين معك، ملك خطيب وريما صبح، وبالتأكيد أولا ما نتحدث نحييك على المبادرة التي أقمتها بإقامة فريق، بل نستطيع أن نقول نادي بعتوت البيروني طمرة. أولا سيد رشدي حدثنا عن هذا المشروع الذي يعتبر أكبر نادي لكرة القدم للفتيات السيدات في الوسط العربي، 118 لاعب أليس كذلك؟ صحيح، نادي البعتوت البيروني طمرة هو نادي أنشئ من قبل إدارة مدرسة البيروني الأستاذ أحمد بكر مدير المدرسة. قبل 4 سنوات الطلاب كان البنات كانوا يلعبوا في ساحات المدرسة، من هناك أخذنا الفكرة، طورنا الموضوع وبلشنا نشتغل معاهن، فسجلنا في السنة الأولى 3 فرق بالدوري العام، في الدوري العام الإسرائيلي لفرق البنات، والسنة هاي الأخيرة سجلنا الفريق الرابع اللي هو شابات. فإحنا في حاليا عندنا 118 لاعب بضم هذا الفريق، مشروع كبير ضخم بالنسبة لنا. هدفنا أنه نصل مع البنات هذولا لفرق بوغروت أو فرق نشيم أو فرق نسائية لكرة القدم خلال السنتين القادمات. نعم أخ رشدي، سنعود إلى هذه المبادرة الخاصة والميزة. نبدأ مع رشدي صبح. أخ رشدي أولا، هنالك كيفما سمعنا وتابعنا هنالك مساعي حثيثة للوحدة بين الفرق في مدينة طمرة، كانت جلسة أولى وكانت هنالك نتائج إيجابية وبشائر الخير، حدثنا عن هذه المبادرة وكيف ترى كابن مدينة طمرة مثل هذه المبادرة؟
اولا شارع الطمراوي جدا مستاء من كره القدم الطمراويه. طمرا بحاجه لفريق قوي يكون في الدرجه الممتازه اقل شيء. اليوم الرياضه في طمرا، نعم مكابي طمرا في الدرجه الاولى، بعيل طمرا في الدرجه الثانيه، وفي عنا فريق الاهلي في الدرجه الثالثه، ولكن عم تصرف ميزانيات طائله بدون اي نتائج. اليوم شارع الطمراوي كلياته، وانا كمشجع او كمدرب بلاقي انه اتحاد الفرق مع بعض ممكن يسهل الامور انه الفريق يصل للدرجه الممتازه. بتامل انا عبرديه طمرا وباقي الفرق الثلاثه ان يشوفوا مصلحه الرياضه في طمرا ويكون في اتحاد باقرب وقت ممكن. نعم، ولكن اذا ممكن اخرج، يعني سمعنا بان هنالك يعني مساعي ايجابيه، وكانت جلسه وستكون جلسه ثانيه، هل ستكون فعلا وحده وتحقق مطلب الجماهير الطمراوية، واي فريق سنرى بعد هذه الوحده؟ كيف بعرف انا انه كان في جلستين خلال الايامات الاخيره بين ادارات الفرق ومسؤول ملف الرياضه في بلديه طمرة، عضو البلديه علاء مجدوب ورئيس البلديه دكتور سهيل؟ بتامل انا انه خلال كمان يوم يومين لازم كمان تكون كمان جلسه، بتامل تكون جلسه نهائيه ويكون في اتحاد في طمرة، لانه الشارع الطمراوي زي ما حكيت لك جدا متعطش انه يكون في فريق قمي يصل للدرجه الممتازه ونرجع امجاد الرياضه في طمرة باسرع وقت ممكن. نعم اخ رشدي، معلش نتطرق الى موضوعك وسنكشف في اول نشر لنا عن رشدي صبح، حضرتك انهيت واتفقت مع احدى الفرق في الدرجه الثانيه، خبرنا عن هذا التطور. نعم، أنا السنة الماضية اشتغلت في مكابي طمرة كمساعد مدرب، وأيضا في اتحاد أبناء سخنين في قسم الشبيبي على مدار 7 سنوات. السنة القادمة إن شاء الله راح أكون مدرب رئيسي في فريق أبو عيل البين الصاعد الجديد للدرجة الثانية. عمالين نبني فريق اللي هو فريق قوي اللي يكون في المراتب الأولى من الدوري. بتأمل إنه نقدر نصل للمنتغى اللي احنا حابين نكون نشوفه في البعني. نعم، وبالنسبه لفريق البعني انت تحدثت سنكون فريق قوي، يا افهم من قولك ستنافسون من اجل الصعود؟ بصراحه اخرج كل رياضي بيكون له هدف مهم جدا انه ينافس في الدوري. بدون اي هدف انا ما كنتش بكون في البعني. مهم جدا انه انا زي ما حكيت لك انه خلال الايامات الاخيره قدرنا نسكر مع 3-4 لاعبين اساسيين للفريق، اللي احنا يكون هدفنا كسنه اولى تثبيت اقدام الفريق في قمه الدرجه الثانيه. واليوم طلع اليوم كره القدم عم نشوف كثير مفاجات، وبتامل انه احنا نقدر نكون مفاجاه الدوري في السنه القادمه. نعود لفريق النادي الرياضي بعطوت البيروني الطمرة، مشروع كبير 118 لاعبة، يعني طاقم كبير أكيد من المدربات والمدربين، من أين الميزانيات أخرجني؟ حاليا الفريق غير ممول من أي جهة خاصة، ممول من جهة الشخصية أنا ومدير المدرسة البيروني، على أمل أنه في السنوات القادمة يكون في دعم في بلدية طمرة ومن اتحاد العام. مش بلدية طمرة حتى هي اللحظة ساعدتنا في الملعب وفي ظروف أخرى زي السفريات وشغلات من الزي. كمان احنا بالفريق عندنا 3 مدربات اللي هن مدربات قدرات زي مدربة سهى صبح والمدربة ياسمين عواد. بالإضافة للسنة القادمة احنا كمان ضمينا المدرب المخضرم احمد ابو رومي اللي يكون معنا في الكادر. هدفنا انه فرق البنات مش زي فرق الاولاد، يعني انا جربت فرق اولاد على مدار سنين، في انك تمسك بنت في لفترة طويلة في تلعب كرة قدم هذا مش شيء سهل بتاتا، الاشي جدا صعب، واحنا عمالين نواجه كل هاي الصعوبات في خلينا نقول في طريقه جدا حكيمه بمرافقه المدربات الحكيمات. وطبعا عمالين نعطي اللاعبات كل ما بتطلب من مهنيه اللي يضلوا معنا ونقدم لنا قديش اكثر. وين تشوف انت بنات اللي رايحين مع هذا الفريق؟ الهدف الاكبر بالنسبه لكم اضافه الى منح الفرصه اليوم لتطوير المواهب لاعطاء الفتيات تحقيق اهدافهم، لوين رايح الفريق؟ اليوم مش سر اللي انا بدي احكيه. اذا انت بتاخذ اقرب فريق علينا اللي بضم فرق في او كميه لاعبات هو فريق الخضيره
اللي هن في الدرجه العليا. من الخضيره لكريات شموني ما فيش ولا فريق الا فيه كميه اللاعبات اللي موجوده في عنا. نعم احنا حاليا عنا بس فريق شبات، ونطمح في انه السنتين القادمات يكون في عنا فريق نشيم وفريق نساء كبار. هذا هدفنا، ولكن المهنية اللي عمالين نشتغل فيها وتقدم اللاعبات اللي عمالين نشتغل فيه عمال بيفتح أعين كثيرة على اللاعبات. أنا بقدر أقول لك أنه السنة الماضية كان في لقاء بين القسم من اللاعبات عندنا في منتخب إسرائيل، وشافوا أنه هني مواهب كثير قوية، ولكن لظروف معينة عند البنات ما قدروش يكملوا هناك، اللي بتخص المدارس وكل هاي الشغلات. على أمل أنه في السنة القادمة نشوف عندنا بين 3-4 لاعبات اللي هن راح ينخرطوا في ضمن الكادر المنتخب الإسرائيلي. السيد رد صبح، عن جد نحييك على هذه المبادرة، بالتأكيد نحييك ونتمنىكم التوفيق. شكرا لك في هذه المرحلة، وسنعود بعد لحظات أعزائي المشاهدين. شكرا أخ رشدي. شكرا 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 لكم. سنعود أعزائي المشاهدين بعد لحظات إلى المدينة طبعا نتحدث مع لاعبات النادي. أخ عصام، شو رأيك بهالمشروع؟ أشك أنه كل مشروع رياضي مهم جدا لقسم الشباب أو الشابات. طبعا زي ما قال أخ رشدي، لا شك أنه الفتيات راحت لما كل ما كبرن في العمر يمكن يواجهن أكثر صعوبة من ناحية الشرعية وكل ما وراء ذلك، لكن زي ما قالوها العقل السليم في الجسم السليم، الرياضة مهمة جدا. نتأمل النجاح. طبعا أنا بس بدي أقترح عليه، أنا كنت في كعضو بلدية في لجنة رياضة في مشروع اسمه مشروع أتينا، بقدر أجيب منه ميزانيات اللي تساله طبعا في المشروع. مشروع أتينا في له كثير ميزانيات يخص في مشروع الأخ فريد لابد سمع فيه. مشروع أتينا بتقدر أخي رشدي تتوجه. صعب الموضوع على الأخ فريد بدامك حكيت عن الميزانيات. أخي فريد يعني سنعود بعد اللحظات إلى طمرة. قضية الاستثمار بالكوادر المحلية، ونحن نرى الرياضة النسائية يعني اليوم كثير نشوف فتيات يعني بعد العصر في ساعات المسائية مشين أيضا دراجات هوائية كرة قدم، يعني نرى تقدم كبير للرياضة النسائية في مجتمعنا العربي. التقدم ملحوظ بالنسبة للنساء، مثلا قضية المشي، قضية الأشياء اللي مسموحة في نظر الإسلام أول شيء من ناحية شرعية. مثلا أنا بحبذش انه الصبايا يلعبين كره قدم، من ناحيه دينيه لا يجوز، يعني هذا كله في ضربنا. اما من ناحيه المشي، من ناحيه الحركات، كل الشغلات هاي في قاعات مغلقه، في برك مغلقه. احنا هدفنا قديش نوجد اطر رياضيه اجتماعيه ثقافيه موجوده في كل بلد على اساس انه ما يتسكعنش، والشباب كلياتنا نضمهم بدل العنف المستشري اللي موجود في مجتمعنا. نعود اعزائي المشاهدين الى مدينه طمره لنتحدث مع اللاعبه ريما صبح، لاعبه النادي الرياضي بعطوط البيروني طمره. ريما مساء الخير. مساء النور. اولا ريما، عرفينا حالك، باي مهام تلعبين؟ في الدفاع، في الوسط، ومن يقف ورائك في الدعم من اجل ان تكوني رياضيه وبالاساس ان تحققي هوايتك ممارسه كره القدم؟ أنا بلعب بخط الوسط، باخذ دعم كثير من أهلي خاصة أبوي وأخوي، خلقت بعائلة رياضية كثير، أبوي مدرب فوتبول، فهن أكثر إشي دعموني إني أخوض هاي التجربة بالفوتبول. ريما حكيت إنك أنت لاعبة خط وسط، وعادة الوسط هو عبارة عن قيادي، لاعب في مركز الملعب يكون قيادي، هل تتمتعين، معلش السؤال، تتمتعين بملامح وأسس اللاعبة القيادية؟ طبعا قدت الفريق لأكثر من جول، 18 بشول بالليغا، والاحترام. عندي مهارة بالبساط، بقدر أعطي بساط تصل بدقة ممتازة لتحضير هدف، عشان هيك أنا بلعب خط الوسط. ريما معلش، يعني عندما كنت أقوم بتغطية، يعني تعرفت على الفريق بشكل مفاجئ عندما كنت بتغطية إحدى مباريات فريق مكابي طمرة، رأيت التدريب عن بعد عندما كنت تدربون في القرية الرياضية، رأيت حضور كبير للأهالي، أهالي اللاعبات. كيف تشعرين كلاعبة عندما يكون الأهل، الأب، الأم إلى جانبك في التدريبات وأيضا في المباريات؟
وجود الأهالي معنا لدعمنا هو دعم كبير بالنسبة لنا، وكثير بخلونا نحس إنه عن جد بنقدر إحنا نقدم أكثر معنا، وبخلونا نعطي عن جد اللي عنا وما نخافش من إشي ونكمل بمسيرتنا، وبدعم كثير كبير. ريما معلش على السؤال، حبيت أسألك، هل مجرد هواي أنت التحقت بنادي البيروني أم تريدين الاحتراف والوصول بعيدا في مجال الكرة المستديرة؟ بلشت بهواي بس بعدين صرت أطمح للأكثر، وهدفي وحلمي إسا أني أوصل لمنتخب إسرائيل وأنا أقبل وأوصل لفرق عالمية. بمثل ذلك سؤال صعب، وكونك قيادية حكيت لي أنت تحدثي وما عندي مشكلة أنا مع منتخب إسرائيل، ولكن أنت ترين أي تحديات يعيشها اللاعب العربي خصوصا المهاجم دبور، يعني ألا تخافين عند وصولك إلى المنتخب أن تعيشي تحديات أنت غنية عنها؟ لا، هو في خوف شوي بس بأمن إنه إذا أنا حاب الإشي وعندي مهارات إني أوصل للمنتخب بديش إشي يعيق الهدف تبعي ولا حلمي. كل احترام. حبيت أسألك، هل تتابعون بشكل عام مباريات كرة القدم، مباريات مثلا للدوري النسائي أو حتى في الدوري المعتاد دوري الإسرائيلي الدوريات الأوروبية، عادة تشاهدين المباريات في البيت؟ مرات بروح على لعب. كمان على لعب احضر يعني، على يعني بتحضر المباريات بشكل حي ومباشر في الاستاد؟ بالفرق اللي بالدوله. نعم، كل احترام. اي نادي تحبين، اي نادي تدعمين محليا واوروبيا؟ فريق بني سخنين وفريق ريال مدريد. كفتاة عربية عن جد وأنت تحملين معك أحلام بعيدة، ماذا تقولين، أي رسالة تقولينها عبر قناة هلا لكل فتاة تريد أن تحقق ذاتها، تريد أن تمارس هوايتها في جميع المجالات، أي رسالة تحمليها للفتاة العربية؟ رسالتي لكل البنات اللي بحملوا حلم اللي هو مش بالمجتمع بشكل عام، يعني انه غريب عن المجتمع، انه رسالتي ما يخافوش من الاشي واحنا كلنا بندعمها، وتخلوش اشي يعيق حلمكم لانه بالاخر انتو هذا اشي بتحبوه. يعني ريما صبح لاعبة النادي الرياضي البيروني بعتوت طمرة، نحييك ونتمنى لك التوفيق. شكرا على هذه المقابلة الخاصة لقناة هلا الفضائية. شكرا. شكرا واتمنى لك التوفيق. شكرا. اذا اخ عصام، فتاة تحمل احلام كبيرة قيادية في مركز الوسط. شك نحكي شوي عن المحلة في المباراة في الوسط الفريق. خط الوسط هو حلقة الوصل ما بين الدفاع والهجوم، طبعا حسب ما سمعت عندها ثقة بالنفس، ثقة عالية، تتخرف على فجأة 18 تمريرة ناجحة بطبخ للأهداف، فطبعا شيء مهم جدا. مسؤولية كبيرة خط وسط. كبير خط وسط، يعني اليوم لاعب خط وسط هم أكثر لاعب مطلوبين في جميع الفرق في العالم. أخ فريد، يعني عندما كنت أتحدث مع ريما أنت أيضا تحدثت بلغة الإشارة بتحريك الأساق، وركزت على قضية أهمية اللاعب في خط الوسط، وأنت كمربي أكيد تهتمون بقضية القيادة. لاعب في خط وسط يجب أن يتميز بإبداع قيادي متحكم. مثل ما قال الأخ عصام، أنا كنت لاعب خط وسط، يعني موجود كمهندس مجرد مهندس كرة، كنت أطبخ يعني أهداف عديدة في الملعب للهجوم نفسه. يعني لعب خط وسط يتميز أول شيء لازم كان عنده مسؤولية قيادي حكيمة، ويتواصل بين الدفاع والهجوم وعلى اليمين وعلى الشمال، يبقى عنده رؤية لكل الزوايا الموجودة في الملعب، يعني أساس أنه وعنده لياقة بدنية عالية، عنده سرعة، عنده كوردوناسيا، كل الشغلات هاي الصفات اللاعب الوسط يجب أن يكون أول شيء عنده السيطرة على الكرة، رؤية، عنده ضربة قوية، عنده صبر، روح القتال في الملعب،
على اساس انه يعطي دائما مثال يحتذى به الاخرين اللي بجنبه يعني موجودين فيه. ريما ركزت قضيه الوجود والدعم العائلي، وانت ايضا اب للاعب. كيف ترى اهميه وجود يعني الاهالي الام الاب الى جانب اللاعب او اللعبه في الملعب؟ يعني كثيرا ما نشاهد العائلات، يعني انا اتابع كثيرا مباراه الدرجه العليا، يعني فيش لعيب ما يكونش في اي جنبه. مباراه جنبه على البلستاد، حتى الامهات يعني حتى بدأنا نرى أخوات وأمهات اللاعبين في أرضية الملعب. كرجل تربية وكموجه دورات، كأي أهمية ترى بوجود الأهلي إلى جانب اللاعب في المباراة نفسها؟ أنا دائما بقول إحنا مشكلتنا الأهلي اليوم الأهل حتى في المدارس نفسها بس بأخذوا طلاب حطين كأطر موجود في المدرسة، يجب متابعة، يجب دعم، يجب احتواء، تشجيعه، التليفون، اقعد معه، جلسة فردية، جلسة جماعية، على اساس انك انت يعني تخلصه، تبكى على اساس انك تنتج منه انسان في مجتمعه، يخدم نفسه ويخدم مجتمعه ويخدم بلده. اما بدون هاي الاشياء كلياتها بينفعش. يجب احنا لازم نقعد مشروع على القهوه، يعني خد مثلا في جات لنا 16 قهوه في باكا 32 قهوه، بدل ما نفتح فروع بيت شبيب في كل حي يبقى لنا فرع نادي كيف بكينا زمان، نادي مركز ثقافي ونلعب نعطيه الأطر. اليوم سنتحدث فريد عن قضية الرياضة في الوسط العربي في الشطر الثاني من برنامج، ولكن الآن نعود مرة أخرى إلى مدينة طمرة، وهناك تنتظرنا اللاعبة ملك خطيب لاعبة النادي البيروني بعطوت طمرة. مساء الخير ملك. مساء الخير. أولا ملك حبيت أسألك بأي مهام تلعبين، وسط، دفاع، عن في الهجوم؟ هجوم. أول عارفين حالك اللاعبة ملك، متى بدأت هذا المشوار وكم هدف سجلت حتى الآن؟ بلشت من جيل صغير، كنت أروح أبوي مدرب فوتبول، كنت أروح أتمرن معه مع فرق أولاد أول إشي لأنه ما كانش يكون في فرق بنات، وصرت مسجلة مع كل الفرق اللي بلعب فيها 23 جول تقريبا بموسم واحد. 23 هدف بموسم الكروي المنتهي 21-22. هيك. كل احترام ملك، ليش اخترتي مهام الهجوم؟ يعني مجرد اختيار بشكل عشوائي ام انك احببتي هذه المهام الهجومية؟ الشعور حلو انه انت تجيب جول، انه زي تقود فريقك انه ينجح، وحلو الشعور هالشعور انه تفوز وهيك. ملك عشان هيك حبيت اسالك، عاده الهجوم خطا الهجوم تقع على عاتقه مسؤوليه كبيره، يعني اذا الهجوم سجل فاز الفريق واذا ما سجلش الفريق خسر، هنالك مسؤوليه على خط الهجوم، هل تخافين من هذه المسؤولية الملقاة على عاتقك في خط الهجوم؟ هو الصراحة بتشعر انت مرات بخوف، بس لما انت تكون بهاي المحال لازم تعرف انه انت لازم تعمل كل شيء بتقدر عليه عشان تغلب، يعني بدك تكون قد المسؤولية. كل احترام. مين دعمك ملك؟ مين بروح معاك؟ مين بدعمك؟ امي وابوي. كل احترام. ملك عادة وهذه حقيقة لاعب كرة القدم وخصوصا كونكم تريدون الاحتراف في هذا النادي بحاجة إلى وقت تدريبات، مباريات، أيضا تمارين شخصية، هل هنالك وقت أيضا للدراسة؟ تعرف أنت في عز دراستك في المدرسة، هل قضية وجودك في عالم كرة القدم يعيق مسيرتك التعليمية بصراحة؟ لا بأثرش. هو الإشي عبارة إنه أنت لازم ترتب وقتك، يعني مثلا أنا الفوتبول شرب مش عم بأثر على علاماتي كلها 100 ومسكرة، يعني 100-1-0-0. كل احترام. حبيت أسألك ملك، عادة النجوم من يلعب يكون نجم يعني ومعروف ومشهور، اما بتفوتي على المدرسه اما بتكوني بالشارع بكل المحلات التجاريه الناس بيعرفوك بيجوا عندك حتى يعني بيطلبوا منك يتصوروا معك كونك لاعبه كره قدم، خصوصا يعني زميلاتك في المدرسه؟ مثلا بالمدرسه ممكن يكون الاشي معروف، بس
بس انه لدرجه انه برا لا، مش لدرجه انه حدا يطلب مني يتصور معي. ملك مجرد هواي ولا بدك تكوني النجمه الساطعه في عالم كره القدم والرياضه الاسرائيليه وحتى العالميه؟ لوين ملك رايحه؟ صراحه حابة اني اصل لمستويات كثير عاليه، واحاول اصل لاعلى مستوى. وين اعلى مستوى بالنسبه لك؟ زي المنتخب الاسرائيلي. بعد المنتخب ممكن نشوفك لاعب خارج البلاد مع احدى الانديه الكبيره. ممكن. والاحترام. اي رساله ملك تحملين اخيرا؟ يعني ايش بتحبي تقولي لصحباتك بنات صفك، لكل من تحمل حلم ليس مجرد يعني بالذات كره القدم؟ ماذا تقولين لكل فتاه تريد ان تحقق اهدافها واحلامها، وخصوصا انت حكيتي ان كل علاماتك مسكره، ماذا تقولين لكل الفتيات في جيلك وحتى الأكبر منك؟ بحب أقولهن إنه إذا أنت بتحبي إشي تخليش حدا يوقفك، وإنه خليك مثابرة عشان توصلي لهدفك، وفيش إشي اسمه مستحيل، وفيش إشي إنه مثلاً تفرق إنه أنت بنفعش تعمل هالرياضة أو بنفعش تعمل هالإشي، تكوني دايماً واثقة بحالك. ملك خطيب لاعبة النادي الرياضي بيروني بعتوت تمرة، شكرا لك على هذه المقابلة، أتمنى لك التوفيق وكمل سجل أهداف وإن شاء الله بتحققي النجومية. شكرا. شكرا. إذا أعزائي المشاهدين كان هذا اللقاء المطول مع رد صبح، ومع أيضا مع اللاعبتين ملك وريما. نخرج وإياكم إلى فاصل، ومن ثم نعود لنواصل ما تبقى من برنامجنا الرياضي، لا تبهدوا بعيدا، سنكمل وإياكم بعد الفاصل مع برنامجنا هلا رياضة. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونعود واياكم لنتابع ما تبقى من برنامجنا الرياضي على الرياضه. اخ فريد شرقي، نريد ان نتحدث عن واقع الرياضه في الوسط العربي، يعني اليوم عندما نتحدث عن الرياضه نتحدث عن الفرق الرياضيه وكره القدم، اين نحن والرياضه في المجتمع العربي؟ انا بقول لك بصراحه اليوم بالنسبه للرياضه في المجتمع العربي شوي احنا بالحضيض. انا كمره كمدرب و لاعب سابقا ومسؤول، وكنت مسؤول عن قسم الشبيبه في مجلس اداره المحلي اكثر من 20 سنة. كنا احنا ندمج يعني دمج الطلاب في كل جميع الاطر التربويه الثقافيه في المناطق الصناعيه في الخذيره بنث، يعني الحق وراهم ورا بعض. اليوم احنا بنلاقي يعني مع كل الاذى وكل الاشياء الموجوده عندنا فريق درجه ثالثه عنده 8 لاعبين لاعبي تعزيز، يعني اذا بنلاحظ اي بلد مليون شيكل ونص ونص مليون شيكل، يعني اليوم حتى في الدرجه الثالثه كل واحد ضرب جول بده 1000 شيكل و2000 شيكل. ليش وصلنا لهيك؟ طب احنا اليوم احنا كنا في سنوات الـ80 والـ90 ما كانش ملاعب في جت مثلا في المنطقه عندنا، كنا نلعب بالطيري في مكافينا ثانيه، وبكى عندنا لعيبه من جت كلياتها ملاعب بيتيين، يعني يقولوا الديشي اليوم يقولوا الديشي اليوم في ملاعب وفي متكنيم وفي كل شغلات هاي، ولكن لا يوجد. ليش يكون؟ لأن اليوم النظرة صارت تختلف، اليوم الكل بيطلع درجات أعلى على، وهذا أنا حسب رأيي خطأ. يعني بدل هاي الميزانيات إحنا نستثمرها في البلد في البلد نفسها، قضية المجاري صرف المياه المدارس. مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ المسؤول رئيس المجلس أولا، وبعد الأعضاء، وبعد مدير قسم الرياضة، بعد رئيس لجنة الرياضة. لم تفاجأك أنا إذا حكيت عن مدير قسم الرياضة؟ اليوم أنا حاولت يعني أتواصل مع إحدى مدراء أقسام، تفاجأت بلد 17,000 نسمة فيش بها مدير قسم رياضة. هل يعقل يعني إيش من النوع؟ أنا مش مصدق إنه ما في قسم رياضة خاصة 17,000 نسمة. أما لا أصدق هذا إشي رسمي، وفحص سلطة محلية 17,000 نسمة لا يوجد منصب مهام مدير قسم رياضة. لأنه إحنا عندنا في استهتار لهذا الوظيفة، في عندنا استهتار مثلاً بعضه دائما مدير قسم رياضة في المجالس. معظم رؤساء المجالس يتحدثون الرياضة والشباب، الرياضة والشباب. هذا بس شعارات قبل الانتخابات بسنة أو بست شهور. الانتخابات قربت. انتخابات قربت يعني شعارات شعارات رنان الشباب ورياضة الشباب رد، ولكن لما إحنا نقعد على الكرسي نتغير. شو رأيك أخي عصام؟ أخرى شغلة قبل عصام، بالنسبة للموضوع الرياضة إحنا منعطيش، لازم تبقى وظيفة متفرغة لقسم الرياضة، مش نص وظيفة. نص وظيفة
يعني في لي زميل اسمه مراد سلامي وصلت بقدرش يشتغل. ما دام حكيت عن وظيفة، أنا مش مجرد أن أريد الانتقال إلى عصام وتصديق اللي ما أشرت، أنا بحكي لك إشي رسمي مجلس محلي بدون قسم رياضة، وعندكم البلدية مدير قسم رياضة بوظيفة كاملة ولا بلدية نص وظيفة. أنا بدي أضيف على الكالو، تفضل فيه الأخ فريد، ومية في المية الكالو. للأسف الشديد هناك الشعارات الانتخابية في السنة الانتخابية تختلف ما بعد الانتخابات، وهذا إشي مقلق وبوجعنا كثير، لأنه الرياضة مهمة جدا. حسب رأيي لازم يكون مدير قسم الرياضة في وظيفة كاملة، يكون متفرغ مثل ما قال أخي. ممنوع يعني أنا ما كلكم يا يعني ما بجوز إنه نحكي عن باقي أقسام البلدية وكأنه قسم الرياضة هو قسم مستخطر وبس بالخمس سنين. إحنا بنحكي يا أخي، بس بقولها يعني أنت حكيت عن موضوع مهم جدا، بما إنه نحكي بمجتمعنا العربي بنعاني من مشكلة العنف والقتل المستشري في مجتمع العربي. أنا حسب رأيي أنا قلتها وما بستعيش فيها، كان عندي رأي إنه ابني ملعب فوتبول بالنسبة لأهم من مدرسة، لأنه بيجمع الأطفال. اليوم شبابنا وأطفالنا وصبايانا ما فيش عندهم مراكز تربوية وثقافية، وين نروح يعني؟ بنيت ملعب وجبت 20 لاعب تعزيزة زي أخ فريد، وين راحت اللاعب البلدي؟ أخي إبراهيم، أول شغلة أنا بالنسبة لي قبل كرة القدم بدنا نعلمهم الأخلاق والمعاملة والانتماء لبلدهم. الرياضة هي بتدخل في داخلهم، في فروسهم، في داخل قلوبهم، فهمني؟ بعدها بيجي مثل ما تفضل، احنا ما بجوز محد ما بمسك الفوتبول اجيب اول هدف اللي انا نجم وبدي مبالغ. للاسف الشديد يعني انا بقول لك يا عن تجارب اليوم من البلد برضه بيطلبوا مبالغ. اول شيء اثبت حالك بداخل الفريق، اثبت انتمائك لبلدك، هذا الفريق بيمثلك بيمثل بلدك. اما انا بحكي بشكل عام عن جميع الاطر الرياضيه، السباحه، واحنا بنحكي عن موسم السباحه بيموتوا كثير شباب، بيموتوا كثير صبايا. ما دامك تحدثت عن موسم السباحه وعن الموت وعن الغرق، الكلمه لك يا اخي فريد، يعني اي رساله تحملها كونك تقدم الكثير من الدورات للارشاد ونحن موسم السباحه في اوجها الان، اي رساله تقولها؟ اي رسالة ماذا تحمل؟ انا بقول خاصه بالنسبه للاطفال لازم الوالدين يبقوا دائما تواصل بصري مع الطفل نفسه، يبعدوا عن الهاتف، البليفون ممنوع يحمله وقت البرك او وقت البحار، هذا صعب جدا. خليك بتواصل انت وابنك، انت وقربتك، انت والمدرب تبعك، انت والطفل تبعك بتواصل جاهز. ولازم انت في دخول مثلا البركه ممنوع احنا نقفز عن الجوانب، نفوت في قضيه الباب نفسه، قضيه الفتحه من البركه نفسها. اخرى مره احنا في هذا الصيف لازم احنا نبقى مؤهلين وجاهزين كيف احنا بدنا نعلم اولادنا من ناحيه الوقايه، من ناحيه ارشادات توضيحات، كيف يروح على البركه، كيف يروح على البحر بالشكل الملائم. الاهل نفسهم يتمتعون بهي الثقافه، تابعوا وكيف تتابعوا موجودين معهم. انا بدي اضيف يعني كنت بالسابق انتم حكيتوا عن الموضوع انه هل اذا كان غير مؤهل يقيم دورات رياضيه، فانا بقول رساله للاهل طبعا زي ما احنا بنودي ابننا يتعلم دورات اسعاف عند مؤهلين. حسب رايي هاي رساله وهي مسؤوليه للاهل، لازم تودوا اولادكم عند ناس مؤهلين عندهم الدرايه كيف علموا اولادنا كيف يسبحوا، ما يفوتوا على البركه بشكل كيف فوضوي او في البحر. لازم يعرفوا ان البحر السباحه في البحر تختلف عن السباحه في البراك، وهي اخطر من سباحه البراك. فالعقل السليم في جسم سليم في قلب الرياضه، وبنفس الوقت الدرايه ويكون مؤهل للمدرب يكون مهم جدا. حسام انا دائما اتمتع ب يعني مشاهد حضرتك يعني حتى تبدع في قضيه السباحه والبحر. اخيرا اي رساله تقولها في نهايه هذا البرنامج، وخصوصا انك وجهت رساله لاهل كلنسا وبالنسبه لفريق كلنسا؟ تفضل. ببعث رساله اول شيء لاهلنا في كلنسا، بكلهم فريق ابو كلنسا مهم جدا، ممنوع نفقد هذا الفريق، واللي بده يدعم يدعم، ولكن للجميع مجتمعنا العربي الرياضة مهمة جدا لبلدياتنا، ما تكون بس رسالتكم هي شعارات انتخابية، لازم تكون استمرارية. الرياضة مهمة جدا. أخ فريد الكلمة لك. لا بأخر مرة بقول بالنسبة للإضافة لموضوع السباحة، ولازم إحنا أخرى نأخذ معنا على البرك نفس الطيشات والراكب خاصة الأطفال الصغار. أما بشكل عام الرياضة هي أخلاق، الرياضة هي سلوكيات، الرياضة هي طاعة. أنا حسب رأيي بدل ما إحنا ندعم اللاعب التعزيز الموجودين بمبالغ باهظة، يجب أن ندعم اللاعب البيتي بدل اللاعب التعزيز. واثنين بالنسبة لموضوع الرياضة، قسم الرياضة أجل وقت إحنا
نعمر جد، نعمر بلدنا، نعمر مجتمعنا في الوظيفة الكاملة للرياضة. بصيرش واحد بيشتغل عندنا وظيفة رياضية بثلاث أيام أو يومين، لازم كل الأسبوع 24 ساعة. كل سنة لما احنا بنعطي دعم، أنا بعطيه كرئيس دعم، بعطيه دعم وأعضاء بعطوه دعم، صدق بصير كل الشغلات مليحة مضبوطة إن شاء الله. المربي فريد شرقي، سررنا باستضافتك اليوم في البرنامج، شكرا لك. عفوا، وبهذه الملاحظة أشكر طبعا محطة هلا وبنت اللي سمحونا احنا كل الاحترام نتفضل عندكم. وبهذه المناسبة أدعو الحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله حجا مبرور سعي مشروع ذي مفضور وعودة آمنة إلى أرض الوطن. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا أخ عصام، يعني لبيت الدعوة، شكرا لك ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم على الاستضافة. إذن أعزائي المشاهدين، نأتي وياكم إلى خط النهاية. هذا هو إبراهيم أبو عطا يحييكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج لاحقة. تقبلوا مني باسم أسرة البرنامج أجمل تحية، وإلى اللقاء.